نعم، الحديث الآن صلاح يدور حول إطلاق بعثة التدريب الأوروبية لأوكرانيا، هذه البعثة التي قال عنها جوزيف بوريل إنها الأسرع في العالم أو الأسرع في تاريخ الاتحاد الأوروبي. خلال 3 أشهر فقط تمكنت دول الاتحاد الأوروبي من التوافق على تشكيل هذه البعثة على رصد مبلغ نحو 18 مليار يورو لتدريب القوات الأوكرانية في عدة دول أوروبية. حتى الآن هنالك 20 دولة من أصل 27 دولة ضمن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على هذه البعثة. ليست فقط الدول الحدودية بحسب تعبير جوزيف بوريل صلاح التي وافقت على استقبال البعثة، هنالك دول أخرى توافق كألمانيا على استضافة بعض المقاتلين وتدريبهم بالتالي على الأسلحة التي ستقدمها ألمانيا أو حتى الدول بشكل منفرد، بالإضافة إلى تقديم خبراء ومسؤولين عسكريين لتدريب المقاتلين الأوكرانيين في بولندا التي ستستضيف العدد الأكبر عمليا. وفي دول أخرى قيادة هذه البعثة ستتركز عمليا في بروكسل، وأيضا سيكون لهذه البعثة في بروكسل للتنسيق بشكل أساسي صلاح، وسيكون لها أيضا قيادة في ألمانيا كون ألمانيا في الفترة الأخيرة قررت توجيه العديد من الأسلحة النوعية الأخرى التي كانت تعترض قبل ذلك برلين على تقديم هذه الأسلحة صلاح، وبالتالي هنالك الآن توافق على تسريع عمل هذه البعثة. خلال أسبوعين عمليا بداية الشهر المقبل ستبدأ القوات الأوكرانية بتلقي التدريبات، ليست فقط بحسب جوزيف بوريل هذه البعثة التدريبية جاءت بناء على طلب أوكرانيا، ليس هنالك بمعنى أن هنالك طلب على أسلحة معينة وطلب لتدريبات معينة على التنظيم وعلى الانتشار أيضا وعلى التخطيط الاستراتيجي. بحسب جوزيف بوريل المعركة الآن بدأت تتغير، وبالتالي يجب أن يكون هنالك خبرات جديدة لدى القوات الأوكرانية، وبالتالي جاءت هذه البعثة. القسم الثاني من الاجتماع هو اجتماع لوكالة الدفاع الأوروبية صلاح، وهنا تهدف هذه الاجتماعات عمليا لتنسيق الشراء الجماعي للأسلحة. جوزيف بوريل يريد أن يكون هنالك تنسيق في شراء الأسلحة بدلا من أن يكون هنالك إهدار للأموال الأوروبية، كل دولة على حدة تشتري ما يستلزمه، ويجب أن يكون هنالك تنسيق خاصة وأن الآن هنالك سيناريوهات تدرس داخل الاتحاد الأوروبي صلاح بخصوص نشر بعثات خارجية خاصة بالاتحاد لحماية مصالح الدول الأوروبية، ليس فقط داخل دول الاتحاد الأوروبي وإنما أيضا خارج الدول الأعضاء صلاح. سلام كيالي مراسل الغد، كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا.